بطولة الأمم بأمر الله. في طبعا 40 اسم يا كابتن تم اختيارهم مبدئيا من مستر كروش، و يعني هيختار 28 لاعب، 12 هيتم استبعادهم. كابتن عبد الجليل، يعني بتشوف الاستبعاد ده هيبقى بناء على ايه؟ من خلال الماتشين اللي فاتوا، ولا هو الراجل خلاص كان حاطط الاسماء اللي هو عايزها؟ ولكن برافو عليك، يعني برضو رأي حضرتك. برافو عليك يا رؤى. لا ماتشين ايه يا كابتن؟ انا ما يعتبرش ماتشات الدوري اتلعبت، ماتش ولا ماتشين، الواحد مش ما لحقش يركز فيها. او الراجل حاطط اسامي اساسيه لما حط ال 40 اسم، و 12 سبير او سبعه، والخمسه اللي هيسافروا معاه اللي هيبقوا لو حصل اي حاجه يدخل واحد مكان اي لعيب. هو عامل حسابه مش حكايه الماتشين دولت، وهو ما لحقش يتفرج على الماتشات، او اتفرج وما يعني اللعيبه هي هي، لحد زاد ولا حد قل. يعني يمكن ال 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 الواضح ان عبد الله السعيد ممكن، رمضان ممكن في بيراميدز لان ما كانوش في الصوره، ولكن كابتن انا شايف ان هتبقى في مفاجات جامده قوي بكره في الاسامي. هو بكره، لان احنا يوم بكره اخر يوم، بكره هيقول ال 8 كابتن. انت عارف كابتن اصلا لاول مره الكاف طبعا عشان البطوله جايه في ظروف كورونا، دايما بيبقى 23 لاعب، كاف ادى خمسه زياده، هيحط خمسه في المدرج عشان يعني دول برضو مفيدين انت تستفاد. يا بيني وبينك برضو ال 28 دول سند الراجل شويه، لان كان عنده مشكله في اختيار اسامي كتيره. فال 28، طب يا ترى هو 28 هيبقى ال 23 يا كابتن معروفين، والخمسه اللي سبيرما معروفين، ولا يعني اعتقد ما يبانش يعني يا كابتن؟ مش هيبان صح، مش هيبان. 28 بتدي هو 28 اسم هيروح. طيب بص، انا في حاسس يا كابتن كده بمفاجاه بكره، حاسس بمفاجاه بالنسبه لاسم اسم واحد ولا اسمين ولا ثلاثه ولا كام واحد؟ لا، اثنين لعيبه من حوالي خمسه. طب ما تقول تتوقع كده يا كابتن مين يخرج مثلا؟ اتوقع كابتن، يعني انا شايف عشان يبقى ليك السابقه كابتن عبد الجليل. يا رب يخليك يا حبيبي. لا، هو واحد من شريف وقفشه، ادي واحد بره. واحد من احمد رفعت او رمضان صبحي، ادي اثنين. عايز تزود تاني كمان يا كابتن؟ قول التالت بقى مين؟ التالت مصطفى فتحي او مين يا كابتن ممكن؟ قول معايا رؤى. ما انت ما عندكش بقى، يعني عندك لعيبه، مصطفى فتحي موجود، ابراهيم عادل، ابراهيم عادل، ابراهيم عادل. انت بتتكلم على اللعيبه يبقى من في المركز ده، لو انت بتختار من المركز يعني. ممكن. اصل بص، هو ان شاء الله صلاح ومع زيزو، انت فاهمني؟ دول الاثنين اللي على اليمين، الاثنين اللي على الشمال هيبقى مرموش، وفي الغالب واحد من يا رمضان يا احمد رفعت. عشان كده بقول لك في واحد من الاثنين دول بكره هتلاقيه مش موجود. هل تفتكر كابتن عمرو السولية يعني يلحق؟ عمرو السولية والله انا لو من الراجل احط اسمه في ال 28. طب ما انت كده هتستغنى عن واحد يا كابتن في نص الملعب، واحد مثلا زي امام عاشور، زي نبيل عماد دونجا. لا بص، نبيل عماد دونجا مش اعتقدش هيتاخد. مهند لاشين مش هيتاخد. يعني امام لازم يحط، الراجل لازم يحط امام، بيلعب في كذا مركز. وكان في الماتشين اللي فاتوا لو الراجل هيتابع كان حالته البدنيه كويسه. صحيح، فهو ممكن امام والنني وحمدي. ومعرفش، انا كان نفسي طارق حامد بس. طب بالنسبه لرصاصات الحربه كابتن، هل تمسك مستر كيروش بمروان حمدي اللي انا بكن له كل احترام ومحترم ومؤدب ولعيب كويس على فكره، بس محتاج طبعًا الوقت الكافي عشان يخش جوه فورمه المنتخب وجوه فورمه اللعيبه نفسها؟ بص يا كابتن، انا 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 انا, أنا رايي حتى تتوقع انه يبقى موجود اخفق. بص، انا حتى لو اخفق ما قداش، ملاش لازم نجرح فيه، خلاص هو خد فرصته. هو الراجل مقتنع بيه. والله كابتن فاروق، احنا قابلنا مدربين اجانب كتير كانوا بيحط في دماغهم لعيب احنا ما كناش، حتى احنا مع احنا زمايله في الملعب، يعني ازاي هتلاعب ده؟ انت فاهمني؟ ده كان مفروض رقم ثلاثة مثلا في الفرقه، فبيجي مدرب اجنبي بيروح مقتنع بيه، يقول لك هو ده. فاكر انت يا كابتن فاروق؟ كتير كتير لعيبه كتير طبعا كتير. فهو الراجل مقتنع
بمروان حمدي. بس انا فوجئت. خلينا اقول لك رايي يا كابتن كراس حربه واحنا بنتكلم مع بعض. وانت طبعا انت كنت فيرو يا كابتن، كنت لعيب جامد يعني، كنت دايما حتى حبيبة كابتن. مروان امكانياته خلي بالك، العالم كله اوروبا كلها بتصنع لعيب الكوره ماشي، بتصنع دلوقتي لعيب الكوره، بتاخد امكانيات جسمانيه وسرعات وبعض المهارات اللي موجوده بتبتدي تشتغل عليها. هو ممكن الراجل شايف الامكانيات بتاعت مروان تمشي في النقطه دي، في ظل انت هتلاعب منتخبات امكانيات الجسمانيه قويه، حماد قويه، وده اللي ممكن يكون الراجل بيفكر فيه، فبالتالي لازم يجربه، لازم يبتدي يعني يجربه في مباريات، وده اعتقد فكر كيروش في مروان حمدي. ولكن في وقت من الاوقات انت لإلا تاخده، هل هو هينجح ولا مش هينجح؟ وبالتالي هو بقى اللي بكره هيحدد مستر كروش في مروان حمدي. بص يا كابتن، هو خلال البطوله العربيه مروان نجح بنسبه مثلا 40%، ممكن في نظر الراجل او احنا في نظرنا هو نجح 40%، انما في نظر الراجل ممكن يكون نجح 70%. زي ما انت قلت، محطه بيخبط كويس قدام، بيبقى في الصندوق ما بيخرجش بره كتير، وهو الراجل الاجانب بيحبه، واحد زي مصطفى محمد كده جوه الصندوق. يمكن شريف عشان بيتحرك بره كتير فيقول لك ايه خليه جناح، مع ان الفرود المحترم اللي بيتحرك على الجناب كتير وبيعرف بيعمل دربكه هو مقتنع بمروان كده. بس انا هو الثلاثه الفراوده او الاثنين الفراوده اللي هيبقوا موجودين، مصطفى محمد نمره واحد، واحد من او اثنين من ثلاثه كابتن، احمد ياسر ريان او شريف او مروان حمدي. وانا معتقد ان هو هيحط مروان حمدي تاني، وهيختار واحد ما بين شريف او كوكا. لا كابتن احمد حسن كوكا كمحترف لا، والله كابتن انا ما يعني هو ما رماش بياضه زي ما بيقولوا خالص، بقاله فتره طويله، بقاله سنتين يا كابتن ما حسيتش بيه. عارف ان فرقته في المركز الثاني في الدوري التركي في الكام يا كابتن؟ الثاني في الدوري التركي الثاني. واكيد مكسر الدنيا بره، كسبهم الماتش اللي فات يعني برضه يعني. من للاسف احنا مش متابعين الدوري البرتغالي التركي. هو في تركيا دلوقتي يا كابتن؟ في التركي. هو في التركي دلوقتي، في تركيا مش في البرتغال. ما هو عشان بقول لك احنا مش متابعينه قوي، وبس الراجل ممكن يكون مقتنع بيه، بس احنا كمتابعين للكوره كوكا ما علمش معانا، مع انه لا فرويد يكون جامد جدا بره صحيح ومكسر، بس هو ما علمش معانا كناس هنا في مصر. ما يعني مثلا مرموش لما لعب اثبت حاجه مثلا، انت فاهمني؟ صحيح. اسمه حسين فيصل لما لعب، احمد رفعت لما لعب، عارف علمه معانا شويه. كوكا لغايه دلوقتي ما حسيتش بيه لسه، او ما خدش فرصه كامله مع بعض. يعني كوكا ده لو كان لعب الاربع خمس ماتشات في البطوله العربيه كنا قدرنا نحكم عليه، انما هو ممكن يكون مقتنع بيه وعايز يحطه معاه. ممكن صح، ممكن كابتن. احنا هنشوف بقى يعني بكره مستر كروش، وزي ما انت قلت كده لحضرتك المفاجآت اللي انت قلت عليها لو حصلت يبقى شبوريك يا كابتن عبد الكريم، ويرفع لك القبعه يعني. كابتن عبد الكريم بشكر حضرتك، نجم الاهلي السابق كابتن محمد عبد الكريم، واحد من نجوم مصر ونجوم الكره المصريه.